السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم الناس كل، أرجو أن تكونوا بخير، أرجو أن تكونوا في صحة جيدة. تحية لكل المتابعين السبع في كل تحية إليكم أينما كنتم. مرحبا بكم في فلوق جديد. حاليا في أندونيسيا تقريبا الساعة 7 صباحا. حبيت نصور لكم الأجواء الصباحية في أندونيسيا. في بعض الناس تمارس الرياضة، في ناس بيع أكل، فحبيت نشارك معكم فيديو عن الأجواء الصباحية في أندونيسيا. إن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. ألو، إن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. كالعادة كان عجبكم الفيديو يا إخوة، ما تنسوش تعطونا لايك والاشتراك في القناة، دعمونا حتى نواصل إن شاء الله في تصوير الفيديوهات. الطرقات ما زالت فاضية يا إخوة الصباح، بعد شوية تولي مزدحمة. هذا ملعب على فكرة يا أخوة، ملعب كرة قدم. وهذا بارك، حديقة يعني للرياضة. شوفوا يا أخوة هذا بيمارسوا في نوع من الرياضة، أنا مش عارف. قولي رايكم يا اخوة في الشيء اللي شفتوه، قولي رايكم تحت الفيديو. هذه هي الاجواء الصباحية في اندونيسيا، مدينة ميدان سومطرة الشمالية. الصباح يعني كثير من الناس تلعب رياضة، رياضة المشي، رياضة الدراجات الهوائية. هذه الرياضة مش عارف كيف اسميها، هي رقص او رياض ولا ادري يا اخوة. على فكرة كثير من الاندونيسيين يعني يعملوا هذه النوعية من الرقص في الصباح أمام الإدارات أو البنوك، يكونوا مجموعة يعني معهم يعني مدرب يفحوا الموسيقى، يمارسوا هذه النوعية من الرقص. وهي رياضة ولا مش عارف كيف نسميها بالضبط. كان عجبكم الفيديو يا اخوة،
ما تبخلوش علينا بلايك والاشتراك في القناة. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.